والله ده لازم يعني ايه سر الامن العجيب اللي موجود في البلد دي؟ وبعدين قال لي والله الفضل كله يرجع لسيد البدري. قلت له لا، ده السيد البدري ده بقى يبقى يعني راجل ملوش مثيل في العالم كله، وانا احب ازور السيد البدري. قال لي اوي على طول، هو جنبنا على طول، خدني من ايدي وبعد 10 دقائق مشي كده راح مشاور لي، قال لي السيد البدري اهو. بصيت قلت له لا ده ضريح. قال لي ما هو ما هو ضريح سيد البدري. وقعد يقرا الفاتحه، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الله. قلت له ايه حكايه السيد البدري؟ قال لي ده واحد صحابي جه في الحمله مع عقبه بن نافع في الفتح الاسلامي، وحارب هنا في كل شارع من شوارع غدامس لغايه ما استشهد وقتلوا، وعملنا له اتعمل له الضريح ده من يوميه. قلت له يعني كل الامن اللي عامله في البلد ده وعشر سنين من الجريمة هو اللي عامله سيد البدري ازاي؟ فقال لي والله يا اخي شوف، يعني احنا بتحصل عندنا سرقة مثلا، يقوموا اللي بيحصل ايه؟ كل المشايخ يروحوا في ضريح سيد البدري ويقروا الفاتحة، وبعدين يقروا عدية ياسين 40 مرة، قبل ما يكملوا ال40 مرة يظهر السارق على الباب ويقول استروني لا تفضحوني يرحمكم الله، ويروح مقدم السرقة بنفسه ويرد كل حاجة. أنا استعجبت، كان معانا عسكري قال آه فعلا، لسه آخر مرة من كام شهر كان في سائح ألماني والمحفظة بتاعته وقعت وكان فيها 1000 مارك، وبعدين بلغ فإحنا اجتمعنا وأنا كنت حتى مع المشايخ قعدنا نقرأ عدية ياسين، ولما وصلنا للرقم 32 في العدية بصينا لقينا الراجل جاي واقف على الباب بيقول استروني لا تفضحوني يرحمكم الله، وراح رامي المحفظة اللي واخدها وفيها ال1000 مارك زي ما هم. قلت والله يا حاجة غريبة، ده ميت عمل اللي ما قدرش يعمله كل وزارات الداخلية والأمن في العالم كله. وقعدت أقرأ الفاتحة لسيد البدري، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الغدامس دي بلد عجيبة الحقيقة، يعني بلد عايشة على الفطرة وناس طيبين بالفعل،